التجربه دي مش الاولى للكابتن بدر، كانت تم التجربه دي قبل كده في الامارات، وكان في عدد كبير من اللاعبين الافارقه وتم الاختيار يعني بعض اللاعبين المميزين، وما شاء الله بعد كده يعني كان استثمار كبير. دي تاني تجربه ليا، بس اللي كانت في الامارات احنا عملنا فرقه من العدم زي ما بيقولوا، كان معانا ناس موجوده على راسهم الكابتن احمد مستيكي ومجلس اداره النادي وكل الشيوخ اللي كانت موجوده في نادي الجزيره، جابوا لعيبه من افريقيا وكانت تجربه بالنسبه لنا فريده برضو من نوعها، لان احنا جبنا حوالي 100 لعيب، استقرينا على حوالي 22 لعيب ولعبنا بيهم فريق درجه ثالثه ونافسنا لاخر ماتش في البطوله في الصعود. وفي 3 لعيبه اتباعوا لانديه الامارات موجودين، وكان في لعيب اسمه محمد سواريه، وانا كنت كان نفسي يجي النادي الاهلي لان ده لعيب اوروبي يعني يقدر يلعب في اوروبا سهل جدا، وكانت تجربه ناجحه جدا. ان شاء الله النادي الاهلي وقتها، لا هو الولد كان اللي كان ماضي مع نادي الجزيره طبعا بالتالي هم استفادوا بيه اكتر في الامارات، لكن ده ولد لعيب اوروبي يقدر يلعب في اوروبا كويس قوي، لعيب كويس جدا، وكانت تجربه ناجحه والحمد لله النادي الاهلي بيخوض نفس التجربه، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونبقى بالنسبه لنا تجربه مش جديده علينا، لكن نحاول ننجحها بشتى الطرق عشان تفيد النادي الاهلي. اول ما كابتن بدر رجب جه النادي الاهلي كان اول تليفون كان من مين عشان ترجع مره ثانيه لبيتك؟ يعني اما بتتكلم على النادي الاهلي بتتكلم على اسطوره مصر كابتن محمد الخطيب، اما يقول لك انت احنا شوف انت الامور بالنسبه لك ايه واحنا عايزينك في النادي الاهلي، ما بيبقاش في كلام تاني يعني، ما يعني انت بتتكلم مع لعيب كوره قبل ما يكون رئيس نادي، بتتكلم على واحد من اساطير الكوره المصريه والافريقيه، يعني لو انا كنت موجود في الفتره وكان سني اكبر كنت من اللعيبه اللي ممكن تحترف سهل جدا وتعمل مجد كبير جدا في اوروبا، لا يكن على الكود اللعيبه اللي طلعت، بالعكس بل يفوق في النواحي المهاريه والفكريه والمهارات الفرديه الفريده اللي لسه ما شفناهاش من زمن كبير. وانا بقول كده مش عشان انا موجود في النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب انا لعبت معاه، لكن عايز اقول لك احنا كنا بنديله الكره عشان نتفرج هيعمل ايه، مش عشان ناخدها منه تاني. فدي من الحاجات اللي انا حبيت اقولها، مش عشان انا موجود في النادي الاهلي، انا بره القصه ان انا او هو مش مستني مني ان انا اقول كده، لكن انا بقول حقايق يعني. من الناس اللي هم اول ما قالوا لي قلت له يا كابتن خلاص انا نازل مصر وان شاء الله هبقى موجود مع حضرتك، ونزلت على النادي الاهلي اول ما كلمني على طول ونهيت تعاقدي مع نادي الجزيره، قدمت استقاله وجيت للنادي الاهلي، متواجد حاليا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ما شاء الله الامكانيات دلوقتي متوفره بشكل كبير. طبعا الامكانيات عاليه جدا غير ما كان زمان، دلوقتي كل حاجه موجوده في النادي الاهلي من ملاعب، من ادوات، من ملابس، من دكاتره، اجهزه طبيه، اجهزه طبيه، كله كياسات جديده، يعني كل ما ينجح اللعيب ويخليه يحترف من صغره موجود جوه النادي الاهلي، سواء من جهه مجلس الاداره كلهم وسواء من الاجهزه اللي موجوده ورئيس القطاع وكابتن وليد سليمان والمساعد معايا كابتن محمد شوقي وكابتن احمد ناجي موجود، فانت جايب ناس ليها تقل في قطاع الناشئين، بالتالي ان شاء الله الناس مستنيه نتائج، وده العبء الثقيل جدا على اكتافنا ان احنا عايزين ننجح التجربه ونعيد تجربه الاحتراف سواء يبقى الاوروبي او اعاره اللاعبين او الصعود للفريق الاول، وان شاء الله تبقى موجوده الفتره اللي جايه ان شاء الله. تتفق معايا كابتن بدر ان لو انت عايز تعمل منظومه صحيح، بتكلم ده لكل الانديه او الاتحاد المصري لكره القدم، لازم تبتدي القاعده من تحت، من قطاعات الناشئين، من البراعم، من اللعيبه الصغيره من تحت، لو عايز تاسس صح المدرب، عايز تاسس صح لعيبه، يبقى لازم تبتديها من تحت. الهرم اما بيتبني القاعده بتاعته بتبقى كبيره جدا كبير. وده قطاع الناشئين ومدرسه الكوره بالتحديد، مدرسه الكوره ثم قطاع الناشئين. لو ما عندكش الهرم ده وتسلسل الهرم الوظيفي بتاع اللاعب سواء في النواحي المهاريه الفنيه الاول ثم المهاريه ثم البدنيه ثم التكتيكيه، فانت بتبني خيال وهم مش هتحصل منه حاجه. لكن لما يبقى عندك قاعده سليمه تستند عليها في المستقبل تفضل موجوده، وده اللي احنا كنا عملناه الفتره اللي كان موجود فيها مستر كورفر، واستندنا على الاولاد دول، والاولاد دول ما خذلوناش ليه؟ لان كان عندنا رؤيه واسعه جدا بتختار من مجموعه كبيره جدا للانسب اللي هو يمثل فريق النادي الاهلي، وعشان كده بقى عندنا محترفين كتير جدا في اوروبا. يمكن النادي الوحيد في مصر او في افريقيا ان احترف من عنده حوالي 14 لعيب
في اوروبا من مولود النادي، من اولاد النادي الاهلي، من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فدي تجربه يعني ناجحه جدا جدا، ان شاء الله ان شاء الله نحاول نحافظ عليها ونحاول نكبرها. كنت سعيد لما الفتره اللي فاتت